مرحبا عزيزي متابع الجانب المشرق، لدي لك تحدي رائع مليء من الألغاز. أعلم أنك كنت تنتظر هذا. أترك كل ما كنت تفعله، فسوف تحتاج جميع مهاراتك كمحقق الآن. منذ زمن بعيد خطفت ساحرة شريرة 3 نساء متزوجات وحولتهن إلى شجيرات ورد. توسلت إحدى النساء التي كانت أما لأطفال إلى الساحرة للسماح لها برؤية أسرتها، ووافقت الساحرة. أخذت الساحرة المرأة إلى منزلها لليلة واحدة وحولتها مرة أخرى إلى شجيرة ورد في الصباح التالي. لم يكن لدى الساحرة أي فكرة عن أن زوج المرأة قد تبعها، لأنه أراد إنقاذ زوجته. نظر الرجل إلى 3 شجيرات ورد متطابقة، وفجأة أدرك أي واحدة من الشجيرات كانت زوجته. كيف عرف الرجل؟ شجيرة الورد التي تحولت إليها زوجته لم يكن على أوراقها قطرات ندى ليلي. اتصلت امرأة بالشرطة للإبلاغ عن سرقة خاتم جدتها. عندما جاءت المحققة إلى منزلها، رأت شظايا زجاج مكسور على الأرض وآثار أقدام متسخة. لكن بدلا من البحث عن اللص، ألقت المحققة القبض على المرأة التي أجرت المكالمة. لماذا فعلت ذلك؟ إذا كان شخص ما قد اقتحم المنزل بالفعل، كانت شظايا الزجاج ستسقط داخل المنزل وليس خارجه. أما بالنسبة للنافذة فقد تم كسرها من الداخل، وذلك غالبا من أجل القيام بعملية السطو. اتصل رجل بزوجته من مكتبه في العمل وقال إنه سيعود إلى المنزل بحلول الساعة 8. وصل الرجل إلى المنزل في الساعة 8:02، لكن زوجته كانت غاضبة للغاية بسبب تأخره عن موعد الوصول. لماذا غضبت الزوجة؟ اعتقدت الزوجة أن الرجل سيعود إلى المنزل في الساعة 8 مساء، لكنه عاد إلى المنزل في الساعة 8:02 صباحا. يوجد متجر صغير في نيويورك يسمى 7 بيلز، أي 7 أجراس، ولكن هناك 8 أجراس معلقة بالخارج. يمكن لصاحب المتجر تصحيح هذا الخطأ بسهولة، ولكنه يختار عدم القيام بذلك. ما السبب؟ في البداية كان هذا مجرد خطأ، لكن من مرور الوقت لاحظ صاحب المتجر أنه كثيرا ما يدخل الأشخاص إلى المتجر للإشارة إلى هذا التناقض، وهذا بدأ زيادة مبيعاته. كان لدى إحدى الملكات وعاء من التفاح الذهبي والذي كان أثمن ما تملكه. في يوم من الأيام اختفت واحدة من التفاحات. جمعت الملكة جميع أعضاء البلاط في غرفة العرش وأخبرتهم أنها تعلم كيف تجد اللص. كان على كل واحد منهم أن يلمس قدرا صدئا بداخله ديك بينما تكون الأنوار مطفأة. ومن المفترض أن يصيح الديك عندما يلمس السارق القدر، لكن الغريب أن الديك لم يصح طوال العملية. على الرغم من ذلك عرفت الملكة من سرق التفاحة. كيف عرفت ذلك؟ عن طريق لمس القدر، ترك الصدأ الموجود عليه أثرا على أيدي أعضاء البلاط الملكي، لكن اللص كان خائفا بشدة من لمس القدر في حال صاح الديك، لذلك لم يكن لديه أي صدأ على يديه. تعرض رجل ثري يدعى جيمس ليونارد للهجوم في منزله بعد ظهر يوم الأحد. كان هؤلاء الأشخاص موجودين في المنزل في ذلك الوقت: الخادمة والطباخ والخادم الشخصي والبستاني وزوجة جيمس. وقد أدلوا بما يلي: قالت الخادمة: كنت أضع الطاولة. قال الطاهي للشرطة: كنت أطهو الفطور. قال الخادم: كنت أقوم بتلميع الأواني الفضية والأطباق. وأضاف البستاني: كنت أزرع بذور الطماطم. فقالت الزوجة: كنت أقرأ كتابا. إذا من الذي هاجم السيدة ليونارد؟ لقد كان الطباخ، فمن الذي يعد الإفطار في فترة ما بعد الظهر؟ دينيس مهندس معماري موهوب. لقد صمم ناطحة سحاب فريدة، وكانت أعمال البناء على وشك البدء. طلب رئيسه منه أن يصطحب مجموعة من المتخصصين من شركة منافسة في جولة في الموقع.
لكن كان الشرط الوحيد هو عدم السماح لهم بالتقاط أي صور. فعل دينيس ما قيل له، لكن عندما كانت المجموعة في طريقها للمغادرة طلب من أفراد الأمن اعتقال أحد الرجال. اتهم المهندس المعماري الرجل بأنه كان يلتقط صورا أثناء الجولة حول الموقع. كيف أدرك ذلك؟ كان الرجل يحمل مظلة وظل يوجهها إلى أشياء مختلفة وطرح الكثير من الأسئلة، لكن السماء كانت صافية، فلماذا كان يحتاج المظلة؟ لابد أن هناك كاميرا كانت مخفية بداخلها. هناك رجلان سيقومان بملء أوعية الري بمياه النهر، من منهما سيجلب كمية أكبر من الماء؟ تقع فوهة وعاء الري الذي يحمله الرجل الأكبر سنا في مستوى أدنى من فوهة وعاء ري الرجل الآخر، ولا يمكن أن يكون مستوى الماء أعلى من الفوهة. هذا يعني أن الرجل الأصغر سنا سيحضر كمية أكبر من الماء. تدعي السيدة سميث أن جارتها السيدة ميلر قد سرقت غسيلها. تقول المرأة إنها علقت الغسيل في فناء منزلها الخلفي في الساعة 10 صباحا، وعندما خرجت من المنزل بعد ساعتين رأت السيدة ميلر تضعه في حقيبتها. ردت المرأة الأخرى بغضب قائلة: لم أفعل هذا، إنها كاذبة. يطلب المحقق الذي يحقق في هذه القضية من السيدة سميث الذهاب إلى مركز الشرطة بسبب محاولة الإساءة إلى سمعة جارتها. كيف اكتشف المحقق أن السيدة سميث تكذب؟ الجو شديد البرودة في الخارج وهناك ثلوج على الأسطح. بعد مرور ساعتين سوف تتجمد الملابس المبللة لدرجة أنه من المستحيل أن يتمكن أحد من طيها ووضعها في حقيبة. انظر إلى هذه المجموعة من الأشخاص وحاول معرفة من تكون زوجة هذا الرجل. إنها المرأة ذات اللون الأرجواني، إنها ترتدي هي وسائق الدراجة خاتمي زواج متطابقين. قرر المحقق موريس تناول وجبة في المقهى، ولكن عندما اقترب من المقهى رأى سيدة تبكي. قالت المرأة: كنت سأعبر الطريق عندما أخذت امرأة حقيبتي واختفت. لقد لاحظت أنها دخلت هذا المقهى، هل يمكنك مساعدتي في استعادة أشيائي؟ دخل المحقق المقهى. قالت المرأة: هذه هي حقيبتي بين هاتين المرأتين، لكن لا يمكنني التعرف على المرأة التي أخذتها، لم يتسنى لدي ما يكفي من الوقت للنظر إليها بإمعان. لم يكن موريس بحاجة إلى الكثير من الوقت لمعرفة المرأة السارقة من بينهما. إنها المرأة الموجودة على اليمين. المرأة على اليسار تضع ذراعها اليسرى في جبيرة. إذا كانت قد أخذت الحقيبة لكانت قد وضعتها على الجانب الأيمن منها. شاركت جوان في تجربة لاختبار تفكيرها المنطقي ومهاراتها التحليلية. كانت الفتاة محبوسة في غرفة صغيرة. كان من المفترض أن يفتح الباب تلقائيا بمجرد اكتشاف اللغز المكتوب على قطعة من الورق. ما هي القاعدة التي يستند هذا التسلسل إليها؟ 0-2-3-6-7-1-9-4-5-8. يتم ترتيب الأرقام بناء على الترتيب الأبجدي للحرفين الأول والثاني من أسمائها باللغة الإنجليزية 8-5-4-9 إلى آخره. اتصلت هانا بصديقتها المحققة إيفلين ماركس وطلبت منها الحضور في أسرع وقت ممكن. قالت المرأة إنه بينما كانت تتمشى مع كلبها بعيدا عن المنزل دخل شخص ما إلى منزلها وسرق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها. كانت هانا متأكدة من أنه جارها جيريمي. ذهبت إيفلين لاستجواب الرجل لكنه لم يكن في المنزل. قررت انتظاره في سيارتها بينما كانت السماء تمطر. سرعان ما رأت جيريمي يفتح باب مدخل منزله. قال الرجل: لقد ذهبت للصيد في الصباح الباكر، ألا ترين أنني قد عدت للتو؟ لكن المحققة لم تصدق جيريمي وأخذته إلى مركز الشرطة. لماذا؟ يرتدي الرجل حذاء رياضيا أبيض اللون، لكنها كانت تمطر منذ الصباح الباكر.
إذا كان في الخارج للصيد فكيف يعقل أن يبدو حذاؤه نظيفا هكذا؟ كان المحقق تايلر يطارد مجرما خطيرا، فجأة دخل الرجل إلى إحدى المستشفيات، لكن لابد أنها تحتوي على مئات الغرف. لحسن الحظ كانت السماء تمطر، لذا فقد ترك المجرم أثار أقدامه على الأرض. تتبع المحقق أثار الأقدام حتى قادته إلى غرفة صغيرة. كان هناك ثلاثة أشخاص، وكانت الضمادات تغطيهم جميعا من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، لكن أحدهم لم يكن مريضا حقيقيا. من هو؟ إنه الرجل في المنتصف، يوجد ملف طبي بجانب سريره. انظر إلى هذه الأسماك الجميلة، هناك سمكة منهم مختلفة عن البقية. أي سمكة هي المختلفة؟ إنها السمكة في المنتصف، عينها أكبر قليلا من عيون الأسماك الأخرى. في إحدى أيام الشتاء الباردة، كان هناك رجل يقف أمام منزل أحدهم، لم يتحرك ولم يقل شيئا حتى جاء الربيع، ولم يمانع المالك. من كان هذا الرجل؟ لقد كان رجل جليد. خلال إحدى تجاربه، أعطى عالم مجنون قرصين لمجموعة من الأشخاص، أحدهما آمن والآخر مسموم، ومعها بعض الماء لابتلاع الأقراص. يمكن لهؤلاء الأشخاص اختيار قرص واحد من القرصين، لذا فإن فرصهم للنجاة هي 50%. الغريب أن كل الأشخاص يتعرضون للتسمم ويضطرون إلى نقلهم بسرعة إلى المستشفى. هل يمكن أن يكونوا جميعا سيئي الحظ؟ كل الحبوب كانت آمنة، لقد كان السم في الماء. يحمل جيمس برميلا يزن 27 كيلوغرام، ما الذي يمكن أن يضيفه الرجل إليه حتى يزن 18 كيلوغرام؟ كل ما يحتاج جيمس أن يضيفه هو فتحة. ابحث عن الرقم الذي لا ينتمي إلى هنا. إجابتك صحيحة، 280 مختلفة عن كل هذه الأرقام. هل يمكنك معرفة ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ الورود لا يمكن أن تنمو في قاع البحر. إنها الصورة نفسها، لكن الخطأ مختلف هذه المرة. لا تعيش العناكب تحت الماء، ولكن لحظة، من أين أتت شبكة العنكبوت هذه؟ كيف يمكنك فرقعة بالون بسكين دون أن ينفجر أو يفقد الهواء أثناء استخدام السكين؟ قم بتفريغ البالون أولا، بعد ذلك فقط قم بإدخال السكين من خلاله. كيف يمكنك أن تنقص واحدا من 19 وتحصل على 20؟ يمكنك القيام بذلك بسهولة إذا كنت تستخدم الأرقام الرومانية. انظر بنفسك. أضاف آدم 6 إلى 11 وحصل على 5، وكانت الإجابة الصحيحة. كيف يكون ذلك ممكنا؟ هذا صحيح إذا تحدثنا عن الوقت. إنها 11 صباحا، إذا أضفت 6 ساعات فستكون 5 مساء. استغرق الأمر من الساحرة 8 سنوات للانتهاء من حفر أعمق بئر في العالم، وبعد مرور كل عام كانت تتمكن من مضاعفة عمق البئر. كم سنة استغرقت البئر لتصل إلى نصف أقصى عمق للبئر؟ سبع سنوات. سبع سنوات إذا ضاعفت الساحرة عمق البئر كل عام، كان لابد أن يكون نصف عمقها النهائي قبل عام من اكتمالها.
كان هناك باحث عن الكنوز عثر على صندوق مليء بالذهب والمجوهرات في كهف على جزيرة بعيدة. توجد ثلاثة مفاتيح بجوار الصندوق، الأحمر والأزرق والذهبي. واحد منهم فقط يمكنه فتح الصندوق، ولدى الباحث عن الكنوز محاولة واحدة فقط لاختيار المفتاح الصحيح. وهناك على الحائط يرى نقشا غريبا، هل يمكن أن يساعده في اختيار المفتاح الصحيح؟ يجب على الرجل أن يختار المفتاح الذهبي. إذا أعاد ترتيب الأحرف في النقش فسيحصل على عبارة The Golden Key، أي المفتاح الذهبي. كان هناك ثلاثة رجال يسبحون في البحر. كان الطقس يزداد سوءا، وطلب منهم خفر السواحل مغادرة المنزل. لكن عندما عادوا إلى الشاطئ كان شعر رجلين فقط مبللا. لماذا؟ كان الرجل الثالث أصلا. ذات يوم ذهبت جيسيكا في نزهة إلى الغابة، لكنها سلكت طريقا خاطئا وعلقت في منطقة مليئة بالوحوش. بدأت عدة عفاريت في مطاردتها، وكانت بحاجة للاختباء في مكان ما. بعد قليل اكتشفت بعض الأماكن حيث بوسعها الاختباء. عليها الاختيار من بين هذه الخيارات: هرم تعيش فيه مومياء غاضبة، ومنزل مسكون، وقلعة لمصاص دماء. ماذا ستختار؟ على جيسيكا اختيار القلعة لأن الوقت نهار وسيكون مصاص الدماء نائما. عاد جون إلى المنزل من رحلة عمل استمرت يومين، وعندما دخل المنزل وجد رجل شرطة أخبره أنه أتى قبل نصف ساعة لسماعه صوت الإنذار في المنزل. لكن جون لم يصدق الرجل واتصل بالشرطة. لماذا؟ عندما وصل جون إلى المنزل بسيارته لم تكن هناك سيارة أخرى في الخارج. ولو كان هذا الشرطي حقيقيا لكانت هناك سيارة شرطة تقف في مكان قريب. هذا يعني بأنه لص متنكر. قبل يومين اقتحم شخص ما منزل السيدة روبنسون وسرق مجوهرات ثمينة كانت تخفيها في مكان سري لا يعرفه سوى بضعة أشخاص فقط، وهم صديقتها إيميلي وابن عمها جيري وابنة أختها أليس. في اليوم التالي ترك أحدهم ملاحظة في صندوق بريد السيدة روبنسون تقول: من سرق المجوهرات هو باء ناقص واحد واو زائد واحد لام زائد واحد واو زائد واحد ميم ناقص واحد واو زائد واحد. إنها إيميلي. تشير باء ناقص واحد إلى الحرف السابق لحرف الباء وهو الألف، وتشير واو زائد واحد إلى الحرف الذي يلي حرف الواو وهو الياء، ولام زائد واحد تشير إلى الميم، واو زائد واحد إلى الياء، وميم ناقص واحد إلى اللام، وواو زائد واحد إلى الياء. يعمل جاك في متجر لبيع القبعات، ومن بين القبعات هناك واحدة بقيمة 10 دولارات. جاء أحد الزبائن وأراد شراء القبعة، فأعطى جاك ورقة نقدية بقيمة 20 دولار. لم يحمل جاك أي فكة، فطلب من موظفة أخرى في المتجر واسمها ماري الذهاب وإحضار الفكة من متجر قريب. وعندما عادت ماري كان بحوزتها 3 أوراق نقدية، واحدة من فئة 10 دولارات واثنتان من فئة 5 دولارات. أعطى جاك الفكة للزبون. وبعد فترة وجيزة حضرت إيلين وهي موظفة في متجر قريب، وقالت بأن النقود التي أعطتها ماري لها كانت مزورة، وأصرت على استرجاع نقودها. لبى جاك طلبها. ما المبلغ الذي خسره جاك بما في ذلك سعر القبعة؟ خسر جاك 20 دولارا. أعطى 10 دولارات كفكة وثمن القبعة 10 دولارات. لست بحاجة لحساب 20 دولار التي أعادها لإيلين، فقد أخذ تلك الأموال أولا ثم أعادها، مما يجعل خسارته صفرا. ثمن التفاحة الحمراء 1 دولار، وثمن الخضراء 2 دولار،
والزرقاء ثمنها 3 دولارات. ما عدد حبات التفاح التي اشتراها جيمي لو علمت أنه أنفق 3 دولارات على شكل ورقتين نقديتين؟ اشترى جيمي تفاحتين خضراء وحمراء، دفع ورقة الدولار للتفاحة الحمراء وورقة الدولارين للتفاحة الخضراء. صحيح كان بوسعه شراء التفاحة الزرقاء بالورقتين النقديتين، ولكن هل سبق أن رأيت تفاحا أزرق اللون؟ يحب هاري خوض الرهانات بأنواعها المختلفة، وفي كل مرة يلتقي فيها بأصدقائه يأتي لهم برهان جديد. في نهاية الأسبوع الماضي اقترح تحديا جديدا، قال أن بإمكانه وضع كأس في منتصف الغرفة والزحف بداخلها بسهولة. لم يصدق أحد أنه سيقدر على فعل ذلك، لكن أصدقاءه علموا أنه سيفوز، وهذا ما حدث فعلا. كيف فعلها هاري؟ قال أنه بإمكانه وضع كأس في الغرفة والزحف بداخلها بسهولة، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيزحف داخل الكأس أم داخل الغرفة، لذلك زحف في الغرفة وربح الرهان. تركت آنا لزوجها جيف قائمة بأغراض التسوق. لم يكن على القائمة سوى غرضين، لكنها قررت أن تمازحه قليلا، لذا لم تكتب ما عليه شراؤه بالضبط، بل كتبت لغزين. كان العنصر الأول على القائمة، 1 مليء بالثقوب ولكنه قادر على الاحتفاظ بالماء، والعنصر الثاني هو 2 بأربعة أصابع وإبهام، لكنه ليس كائنا حيا. ما الذي سيشتريه جيف؟ يجب أن يحضر جيف إسفنجة وقفازات. ذهب أندرو للتنزه في الجبال، ولكن حدث زلزال مفاجئ. سقط أندرو في شرخ ضيق وصولا إلى حفرة كبيرة حيث يعيش الزومبي. لحسن الحظ لدى أندرو قارورات مختلفة يمكنها مساعدته. يمكن للإكسير الأول أن يمنحه حجما ضخما، ويستطيع الثاني جعله يطير، ويمكن للثالث تحويله لغير مرئي. بإمكان أندرو شرب إكسير واحد، ماذا عليه أن يختار؟ يجب ألا يختار ما يزيد من حجمه لأنه لن يمر من الشرخ حينها. بإمكان الزومبي الموجودون في الحفرة سماع صوته وشم رائحته، لذا سيتمكنون من العثور عليه حتى لو لم يكن مرئيا. عليه اختيار ذاك الذي يمنحه القدرة على الطيران ليخرج من الحفرة. قبض رجل شرير على رجل الأعمال الثري ويليام وحبسه في إحدى الغرف وقال له: لن أدعك تخرج حتى تضاعف المال الذي سأتركه لك. ووضع المجرم 3000 دولار على الطاولة. عندما عاد كان ويليام قد ضاعف المبلغ بالفعل، لكنه لم يغادر الغرفة ولم يتحدث إلى أحد. كيف فعل ذلك؟ وضع النقود أمام المرآة. قرر الصديقان إيريك وأنجوس اللعب. كان على الطاولة طبق به 11 تفاحة خضراء وسبع حمراء. كان إيريك معصوب العينين، وكان عليه اختيار التفاح دون أن يرى. كم تفاحة يجب أن يأخذ ليتأكد من وجود تفاحتين من نفس اللون؟ لا تهم الكمية الكلية للتفاح في الطبق، الأمر الأساسي هنا هو وجود لونين فقط. لذا إذا أخذ إيريك 3 تفاحات سيكون من بينها تفاحتين على الأقل بنفس اللون. أقام 3 طلبة حفلة في الليلة السابقة لامتحان هام، لذا لم يستعدوا له. وفي اليوم التالي اتصلوا بالأستاذ وطلبوا منه تحديد موعد آخر للامتحان، وادعوا أن إطار سيارة قد انفجر في طريقهم إلى الجامعة. وافق الأستاذ على تحديد موعد آخر للامتحان، ولكنه قال أنهم سيرسبون جميعا إن اكتشف أنهم كاذبون. وافق الطلاب على شرط الأستاذ، وبعد عدة أيام عندما جاءت أماندا وليزا ومارك إلى الجامعة لتقديم الامتحان، قدم لهم الأستاذ الامتحان الذي كان يحتوي على سؤال واحد فقط. كان الطلاب يجلسون بعيدا عن بعضهم البعض ولم يتمكنوا من الغش، وعندما جمع الأستاذ الأوراق رسبوا جميعا.
ماذا كان السؤال؟ سألهم الأستاذ عن الإطار الذي انفجر. لم يكن الطلاب مستعدين لسؤال كهذا، وبالتالي كانت إجاباتهم مختلفة. دعت أشلي أصدقائها لتناول الطعام وأعدت لهم عشاء شهيا، وأثناء تواجد الجميع حول المائدة أدركت أن أحد أصدقائها لم يعجبه الطعام. من هو؟ إنه كريس، فهو يطعم كلب أشلي طبقه من المعكرونة خلسة. يتكون هذا المبنى السكني من 20 طابقا، وكلما كان الطابق مرتفعا أكثر كان عدد سكانه أكبر، إلى أي طابق يتجه المصعد أكثر. إلى الطابق الأول، ينزل سكان الطوابق جميعا إلى الطابق الأول. ذات يوم كانت ماري تفتش في علية جدتها عندما عثرت بالصدفة على 5 سلاسل قصيرة صنعت كل واحدة من 4 حلقات فضية. ظنت ماري أنه سيكون رائعا لو جمعتها معا في سلسلة واحدة كبيرة من 20 حلقة. وعندما عادت إلى المدينة أخذت تلك السلاسل الصغيرة إلى صائغ للحلي، حيث أخبرها أن كسر وإعادة ربط كل حلقة فضية سيكلفها 5 دولارات. كم ستكلف السلسلة كاملة؟ يمكن لماري القيام بذلك مقابل 25 دولارا إذا طلبت من الصائغ أن يكسر رابطا من كل سلسلة. ومع ذلك طلبت من الصائغ كسر جميع الروابط 4 في سلسلة واحدة واستخدامها لربط السلاسل الأخرى معا، مما كلفها 20 دولارا. شعرت ستيفاني بالجوع وأرادت أن تسلق بيضة لمدة 2 دقيقة. كان لديها ساعات رملية مدتها 3 دقائق و4 دقائق و5 دقائق. كيف يمكنها سلق البيضة ل2 دقيقة فقط؟ عندما ترى ستيفاني الماء يغلي يجب أن تقلب مؤقتي 3 دقائق و5 دقائق، وعند انتهاء مؤقت 3 دقائق يجب أن تضع البيضة في الماء المغلي، وهكذا ستبقى 2 دقيقة على مؤقت الساعة الرملية. كانت فيكتوريا وإيثان في إجازة، وذات يوم قالت فيكتوريا لإيثان أنها لا تستطيع الذهاب معه إلى الشاطئ لأنها متعبة بعض الشيء. ولكن عندما عاد إيثان إلى الغرفة لأخذ محفظته لم يجد فيكتوريا، ووجدها بجوار المسبح فسألها: هل أنت هنا لوحدك؟ أومأت فيكتوريا برأسها، لكن أدرك إيثان فورا أنها كاذبة. كيف عرف ذلك؟ على الطاولة كوبان ووعاءان من الآيس كريم. كانت دوريس تقضي إجازتها على الشاطئ برفقة صديقتها تيريزا، وذات صباح كانت الفتاتان تتشمسان قرب الشاطئ عندما ذهبت تيريزا إلى المقهى لشراء عصير الليمون، بينما ذهبت دوريس للسباحة. وعندما عادت دوريس لم تجد هاتفها الذي تركته على منشفتها على الشاطئ. سألت الرجل الذي كان في الجوار: هل رأيت هاتفي؟ فأجاب: كلا، كنت نائما طوال الوقت. في تلك اللحظة عادت تيريزا تحمل معها عصير الليمون، وعندما نظرت من حولها أدركت فورا مكان هاتف دوريس. من أخذه؟ إنه الرجل. قبل الحادث كانت المجرفة ملقاة على يساره لكنها على يمينه الآن. هناك أيضا كومة رمل مثيرة للريبة قرب المجرفة. حتما قام الرجل بإخفاء الهاتف في الرمل ليقوم بإخراجه لاحقا. قامت تيري بدعوة صديقته أليس التي كانت في كلية الشرطة إلى إحدى الحفلات التي نظمها صديقه شون. كانت تيري قلقا بشأن وجود لص في هذا الحفل، لذا راقبت أليس الضيوف طوال الوقت. وفي نهاية الحفل أخبرت تيري بهوية اللص. هل عرفت من هو؟ إنه شون مضيف الحفل.
في بداية الحفل كان أحد الضيوف يضع ساعة على معصمه، وترتدي هذه المرأة قلادة جميلة، ولكن في نهاية الحفل كانت الساعة على معصم شون والقلادة في إناء الزهور. كان المحقق كارلسون يسير في الشارع عندما سمع صوتا لتحطم الزجاج. نظر الرجل حوله فرأى حشدا كبيرا متجمهرا قرب نافذة مكسورة لأحد متاجر المجوهرات. كان مالك المتجر في الخارج مصدوما مما حدث، وعندما أسرع المحقق نحوه وسأله هل سرق شيء؟ أجاب الرجل أنه لم يستوعب الأمر بعد، ولكن بعدها صاح كارلسون وقال عذرا، هناك لص يجب أن أقبض عليه، وجرى مسرعا. ماذا رأى؟ كسرت نافذة المتجر لتشتيت انتباه الجميع. بينما كان الجميع ينظرون إلى النافذة، لم ينتبه أحد للص الذي سرق محفظة الرجل الذي يرتدي بدلة. في البداية كانت المحفظة في جيب الرجل، وهي الآن بيد اللص وقد هرب بها بعيدا. لطالما اشتبه رجال الشرطة بقيام السيد هول بتهريب أشياء ممنوعة على يخته، وذات يوم علموا على وجه اليقين بوجود البضاعة التي يبحثون عنها على اليخت. توجه رجال الشرطة إلى المرفأ حيث كان اليخت متوقفا ومعهم مذكرة تفتيش، وقاموا بتفتيش اليخت بالكامل، لكنهم لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه. كان السيد هول يسخر مما يفعلون، ولكن فجأة صرخ أصغر شرطي وقال وجدت مكان البضاعة، ما الذي اكتشفه؟ يمكن أن تكون البضاعة تحت الماء مغلفة بغطاء واق ومربوطة بالمرساة. انظر إلى هذين الرجلين جيدا، أحدهما لا يعيش بمفرده، من هو؟ الرجل الذي على اليمين حيث لديه فرشاة أسنان. أحضر أوستن رجل الأعمال الثري إلى مكتبه وثائق بالغة الأهمية، لكنه عقد اجتماعا واضطر لمغادرة المكتب لعدة ساعات، وطلب من سكرتيرها الانتباه تيقظا لأي شيء مريب، فقد يحاول منافسه اقتحام المكتب للاطلاع على الوثائق. عندما عاد أخبره السكرتير أن كل شيء على ما يرام، لكن عندما نظر الرجل من حوله أدرك أن أحدهم كان في المكتب. اعترف السكرتير في النهاية أنه نام في غياب أوستن. كيف عرف رجل الأعمال أن أحدهم دخل إلى مكتبه؟ قام أحد بلف الكرة الأرضية بالاتجاه المعاكس. كان ويليام وهو رجل أعمال ناجح يتناول العشاء في مطعم فاخر، وفي لحظة ما خرج لإجراء مكالمة هامة، لكنه عندما عاد لم يجد محفظته المليئة بالنقود والأوراق الهامة، ولا يمكن أن يكون اللص سوى أحد الزبائن. عندما وصل رجال الشرطة استجوبوا كل من كانوا في المطعم، فقالت كارين أنها كانت تكتب فصلا جديدا في كتابها، وقال بول أنه كان في الطابور ينتظر دخول الحمام، وقالت دونا أنها كانت بانتظار قهوتها وهي ترتدي معطفها، وقال روبرت أنه كان يجري مكالمة فيديو مع صديقته. لم يكن المحققون بحاجة لوقت طويل لاكتشاف اللص. هل عرفته؟ اللص هو بول، فلم يكن في المطعم سوى 4 زبائن هو من بينهم، وكانوا جميعا مشغولين، فمن أين أتى طابور انتظار الحمام؟ وصلت معلومات للشرطة بأن كارل واكلر وهو أحد المطلوبين الخطيرين لرجال الشرطة سيصل إلى البلاد، وبناء على تلك المعلومات كان الرجل قادما بالطائرة. للأسف لم يكن لدى الشرطة سوى القليل من المعلومات عنه. كان الرجل قصيرا ويرتدي نظارة ويتنقل باسم مستعار. ذهب المحقق آدمز إلى المطار واعتقل 4 أشخاص تنطبق عليهم الأوصاف، وهم السيد لويس والسيد ريلكاو والسيد تايلور والسيد ويلسون. تمعن في هؤلاء الرجال وحاول تحديد المجرم. إنه السيد ريلكاو، اسمه الأخير هو اسم المجرم واكلير، ولكن بحروف معكوسة. تبحث المحققة عن شاهد مهم، لن تتمكن بدونه من حل قضية معقدة. الشيء الوحيد الذي تعرفه هو أن الشاهد أعثر،
انظر لهؤلاء الأشخاص وساعد المحقق في معرفة الشخص الذي تحتاج إليه. إنها النادلة، فهي تمسك الصينية بيدها اليمنى وتقدم الأطباق بيدها اليسرى المهيمنة. انظر للأميرات وحاول تحديد الأميرة المزيفة من بينهن. إنها الأميرة على اليمين، تاج الأميرتين الوسطى واليسرى لامعان، وهناك انعكاس للمعانهما، مما يعني أنهما مصنوعان من معادن ثمينة، بينما تاج الأميرة الثالثة لا يلمع كونه من البلاستيك. وصل رجل أعمال إلى مكتبه بعد رحلة طويلة ليكتشف اختفاء بعض الوثائق المهمة من المكتب. اتصل الرجل بالشرطة فورا، وعندما وصل المحقق بعد فترة قصيرة قام بالتحقيق مع جميع الموظفين ووصل إلى قائمة من 3 مشتبه بهم، وهم المحاسبة إما وموظفة الاستقبال صوفيا ومدير المبيعات جيمس، لكنهم زعموا جميعا بأنهم لم يدخلوا مكتب المدير. لم يكن المحقق بحاجة لوقت طويل كي يكتشف الفاعل. هل عرفته أنت أيضا؟ اللص هو جيمس. ترتدي السيدتان كعبا عاليا، لكن الآثار التي على الأرض تشير إلى أن مقتحم المكتب يرتدي حذاء رياضيا. اتصلت سيدة عجوز بالشرطة وأخبرتهم أن شخصا ما اقتحم منزلها أثناء نومها وسرق جميع الأموال التي كانت تخبئها في خزانة المطبخ. كانت المرأة متأكدة بأن الفاعل من جيرانها. قام رجال الشرطة بزيارة جميع الجيران، لكنهم ادعوا جميعا بأنهم قضوا اليوم بأكمله في منازلهم. انظر إلى منازلهم وحاول تحديد اللص. ريك يكذب ولم يكن في المنزل. توقفت سيارته قرب المنزل بعد أن تراكم الثلج على الطريق. انظر لهؤلاء الشبان جيدا، من صاحب الكلب من بينهم؟ مالك الكلب هو الرجل في المنتصف، إنه الوحيد الذي لا يحاول مداعبة الحيوان. هل يمكنك معرفة عدد ثمار البطيخ الموجودة في هذه الصورة؟ خمسة. رسبت جلوريا في اختبار الرياضيات، ولكن لحسن الحظ كانت معلمتها امرأة متفهمة وعرضت عليها عرضا. إذا حلت الفتاة 3 ألغاز فستحصل على علامة جيد، وبالطبع وافقت جلوريا على العرض. كانت المهمة الأولى إيجاد حل لهذه المعادلة. هل يمكنك معرفة الحل؟ الإجابة هي 232. لم تكن جلوريا بحاجة إلى وقت طويل لحلها، وانتقلت إلى اللغز التالي. رأت الطالبة عدة أرقام مكونة من عيدان الثقاب. ماذا يجب أن يكون الرقم الأخير؟ يجب أن يكون الرقم الأخير 1. بعد كل خطوة ينخفض عدد المفاصل في الرقم بمقدار 1. وأخيرا أعطت المعلمة جلوريا عددا من كرات البلياردو وقالت لها استخدمي 3 كرات فقط لجعل المعادلة صحيحة. وبعد بضع دقائق اكتشفت جلوريا طريقة للقيام بذلك. هل يمكنك معرفتها؟ قلبت الفتاة الرقم 9 لتحصل على الرقم 6، ثم أخذت الكرات التي تحمل أرقام 13 و11 و6 فحصلت على 30. تمكنت جلوريا من اجتياز الاختبار بسرعة بديهتها. أنت عالق في غرفة خالية من النوافذ والأبواب، وفجأة بدأت المياه تملأ الغرفة. تحاول البحث في كل مكان، لكنك لا تجد أي طريقة لإيقافها. تعرف أن النجدة في طريقها، ولكنها بحاجة إلى 5 دقائق على الأقل كي تصل، وليس أمامك سوى دقيقتين فقط، وبعدها ستغرق الغرفة بالكامل. يبدو واضحا أنه لا يمكنك حبس أنفاسك لثلاث دقائق، لكن هناك 3 أشياء يمكنك استخدام 1 منها فقط لإنقاذ حياتك. ماذا يجب أن تختار؟ المصاصة أم الحبل أم الدلو الفارغ؟
عليك اختيار الدلو، ضعه على رأسك وسيصنع جيبا هوائيا يمكنك من التنفس لبضع دقائق حتى يتم إنقاذك. ضللت طريقك في الصحراء وقد حل الليل بالفعل، لكن ضوء القمر ينير المكان، وبعد فترة من السير ترى برجا تطل من نافذته ساحرة شريرة وتقول لك: إن كنت تريد النجاة بحياتك عليك حل هذا اللغز، أنت بحاجة لاكتشاف ارتفاع هذا البرج. تلقي نظرة من حولك لكنك لا ترى شيئا سوى عدة أغصان وساعة على معصمك وظلك. ما الذي يمكنك استخدامه لمعرفة ارتفاع البرج؟ سيساعدك ظلك على ذلك، يمكنك مقارنة طوله بطول ظل البرج، وبعدها بما أنك تعرف طولك يمكنك حساب ارتفاع البرج. غادر مكتبه وقالت روزا ابنة السيد وحيد: كان عندي ضيوف ولم نغادر غرفتي، لا تزال القضية غير محلولة، هل سيتمكن وليد من حلها؟ زوجة السيد وحيد وراء اختفائه: الأول من مايو يعني الحرف ميم، الرابع من فبراير ألف، الأول من يونيو ياء، والثاني من مارس ألف، وعند جمع كل هذه الحروف نحصل على اسم مايا. في اليوم التالي استجوب وليد ماري وهي إحدى المشتبه بهم في قضية تهريب صعبة، رفضت الفتاة الكلام وصرخت في لحظة قائلة: سأغرق الآن هاتفي في هذا الكوب المليء بالقهوة ولن تكتشف الحقيقة أبداً. لكن لم يكترث وليد بتهديدها، لماذا؟ كان الكوب مليئاً بحبوب القهوة، لذا فلن يتضرر الجهاز. ألقت الشرطة القبض على ملمع أحذية واقتادوه إلى مركز الشرطة الذي يعمل فيه وليد. كان الرجل يصرخ قائلاً إنه بريء ونزيه، كان ينظف أحذية المارة مجاناً ودفع زبائنه بقشيشاً من تلقاء أنفسهم. لكن سرعان ما أدرك وليد الحيلة التي استخدمها ملمع الأحذية. كان الرجل ينظف حذاءً واحداً مجاناً، وأحداً لن يريد أن يبدو غير مرتب بفردة واحدة نظيفة، لذا اضطروا للدفع له مقابل تلميع الفردة الثانية. في أحد الأيام اتصل مدير وليد بزوجته وأخبرها أنه سيعود إلى المنزل في تمام الساعة الثامنة. لم يخطط لفعل أي شيء في المساء، وعاد الرجل إلى المنزل في الوقت المحدد تقريباً، في الساعة الثامنة وخمس دقائق، لكن كانت زوجته غاضبة. احتار المدير من ردة فعلها، وعندما قدم للعمل في اليوم التالي طلب من وليد تفسير سبب غضب زوجته. قال وليد لمديره: توقعت زوجتك أن تعود إلى المنزل في الساعة الثامنة مساءً، لكنك عدت في الثامنة صباحاً. ذهب وليد في دورية لتفقد الشوارع، وأثناء سيره رأى مشهداً غريباً. خرج رجل من منزل وكان يحمل دلو ماء في يده، ثم صاح وسكب الماء على الرصيف. بعد التفكير قليلاً عرف وليد سبب إقدام الرجل على فعل ذلك. كان الرجل يخطط لغسل سيارته لكنها سرقت أثناء غيابه. سرق بنك ذات يوم واشتبهت الشرطة في تورط أحد حراس أمن البنك في مساعدة اللصوص، واستجوب وليد ثلاثة منهم. أخبره حارس الأمن الأول أنه سمع صراخاً واندفع لمكان الصراخ، لكن عندما وصل كان المجرمون قد غادروا البنك. وذكر حارس الأمن الثاني
أنه كان يحتسي فنجان قهوة في تلك اللحظة ولم يسمع أي شيء. وقال الحارس الثالث إنه لاحق اللصوص لكنه اضطر إلى ربط حذائه، وبدون تفكير انحنى بالقرب من مخرج الطوارئ. وفي تلك اللحظة انفتح الباب وخبطه على رأسه، وعندما نهض كان اللصوص قد رحلوا. عرف وليد الحارس المذنب على الفور من هو؟ إنه حارس الأمن الثالث. جميع أبواب الطوارئ تفتح للخارج لأسباب تتعلق بالسلامة. كان المشتبه به التالي فتاة شابة لم يكن وليد قد رآها بعد، لكن معه صورتها. عندما نظر إلى هذه الصورة شعر أن هناك شيء خاطئ، لكن لم يستطع تحديده. وفجأة تجلى الأمر له. ما الذي أدركه وليد؟ كانت الفتاة داخل المنزل لكن الباب مغلق تماماً من الخارج. كيف دخلت المنزل وخرجت منه؟ عبر نافذة الطابق الثاني؟ هذا مستبعد. هرب مجرم خطير من برج يبلغ ارتفاعه 46 متر. تمكن شخص من إعطائه مقصاً وحبلاً. علم وليد أن طول الحبل يبلغ 23 متراً وأن المجرم قطعه من المنتصف. يحتاج محقق المستقبل فهم الطريقة التي استخدم بها المجرم الحبل لمساعدته على الهروب. قطع المجرم الحبل من المنتصف لكن ليس بالعرض، بل شقه بالطول وربط القطعتين معاً، ثم هبط على الأرض بكل سهولة. ثمة قضية جديدة على وليد حلها. اشترى ماجد سيارة في سبتمبر وسرقت بعد شهر واحد فقط. المشتبه بهم الأربعة أصدقاء ماجد. وقعت الجريمة في العاشرة مساءً يوم الأربعاء. في ذلك الوقت كان الأسيوطي يلعب تنس الريشة في الحديقة، وكانت ناجية تقود سيارتها إلى المنزل من العمل. اصطحب رامي قطته في نزهة، وكانت روزا تتسوق من البقالة. من وراء سرقة السيارة؟ إنه الأسيوطي. وقعت الحادثة في شهر أكتوبر، وفي العاشرة مساءً سيكون الظلام حالكاً ولا يمكن لعب كرة الريشة. ثمة مستند مهم مفقود، ويجب على وليد العثور عليه قبل عودة مديره من إجازته. اكتشف الرجل أن ثلاثة فقط يمكنهم أخذ هذا المستند. في لحظة اختفاء المستند كان راجح في مكتبه يحلل قضية جديدة، وكان عبد الجواد يستحم قبل تمرينه المعتاد في النادي الرياضي، وكانت كاميليا تتدرب على استخدام الأسلحة. من أخذ المستند؟ عبد الجواد طبعاً، فمن يستحم قبل التمرن؟ اشتبه أمن المطار في أن مهرب ذهب سيغادر عبر مطارهم، لذا توجه وليد لهناك لتقديم المساعدة. أوقفت السلطات المشتبه به في الجمارك، لكن رغم عرف المحقق هوية المجرمة على الفور. هل تمكنت من ذلك أيضا؟ إنها تيتم، انظروا إلى أظافرها، حصلت على جلسة مانيكير حديثاً. 6 أشهر، من سيصدقك؟ تقدم صاحب محل لبيع المثلجات بشكوى بدعوى تعرضه لحادث سرقة. سرق أحدهم جميع الأموال من خزينته حينما ترك المحل لدقيقتين فحسب. حضر المحقق كالم بعد 20 دقيقة فقط، ووجد 3 أشخاص بالداخل. قالت أينسلي إنها ظلت تتحدث في الهاتف مع صديقتها ولم تر شيئاً، وقال ريت إنه وصل منذ بضع دقائق، وقال جوشوا إنه لم يكن منتبها جيدا
ولم يتفطن إلى شيء. هل عرفت الكاذب من بينهم؟ من سرق المال؟ قال ريت إنه قد وصل لتوه، لكن مثلجاته قد ذابت بالفعل. إنه يكذب. أرادت فينيكس تقديم أفضل هدية على الإطلاق لوالدها، لكنها لم تكن تدري ما يريد بالضبط. قررت اختراق حاسوبه المحمول ورؤية ما إذا كان يخطط لاقتناء شيء ما، لكن هناك مشكلة. يتطلب فتح الحاسوب كلمة سر، وفينيكس لا تعرفها. لحسن الحظ وجدت ورقة ملاحظات بجانبه. أرسلت صورة إلى صديقها المحقق كالوم، فتمكن من حلها على الفور. هل ستستطيع فعل ذلك أيضا؟ لا تبدو الملاحظة منطقية لأنها مقلوبة رأسا على عقب. اقلبها وسترى سلسلة الأرقام 88 89 90 91، والأعداد التي تنقصها هي 86 و87. إذن فكلمة السر 86 87. سافر المحقق كالوم إلى مدينة مجاورة وصغيرة بعد تواتر حوادث خطف الفتيات. اختفت 4 نساء وكنا يعيشن جميعا في الشارع ذاته، وأسماءهن كالتالي: أسماء وبيسان وتسنيم وثريا. لم تتبقى سوى 3 سيدات في ذلك الشارع: درة وريم وجودي. يجب أن يتصرف كالوم بسرعة. من ستكون الضحية التالية؟ تختطف السيدات حسب الترتيب الأبجدي: ألف باء تاء ثاء. لذا فالضحية التالية جودي. تعرض قصر السيد كولمان إلى حادث سرقة أثناء سفره. اتصل على الفور بالمحقق كالوم، فاستجوب جميع من دخلوا القصر في غياب صديقه. قالت شقيقته سيدني إنها ذهبت إلى المنزل 4 مرات لإحضار بعض المستندات من مكتب السيد كولم. وقالت البستانية سامانثا إنها تأتي كل أسبوع لسقي النباتات. وقال آشر خادم المنزل إنه يأتي كل يوم جمعة لتنظيف القصر. وجد كالوم بصمات 3 على مكتب السيد كولم، فعرف على الفور من اللص. من برأيك؟ إنها سامانثا البستانية. كان لسيدني وآشر سببا للمس المكتب، لكن لا يفترض بسامانثا التواجد حتى داخل مكتب السيد كولم، إذ لا توجد به أي نباتات. تعرضت سيدة ثرية إلى حادث سرقة في يختها الخاص أثناء عاصفة هوجاء. قال شاهد إنه رأى كاي يراقب السيدة قبل أن تتعرض للسرقة. أنكر كاي كل شيء، وقال إنه ظل في مقصورته طوال الوقت يكتب رسالة إلى زوجته. طلب المحقق كالوم رؤية الرسالة، وبعد 5 ثوان من رؤيته لما كتب، كبل المحقق كالوم يدي كاي بالأصفاد. لماذا؟ قال كاي إنه كتب رسالة أثناء العاصفة. لا يعقل أن يكون خطه واضح بسبب تأرجح اليخت طوال الوقت بشكل جنون. سمم أحدهم رجل الأعمال الشاب لوغان في منزله، وبعد أن حضر المحقق كالوم إلى مسرح الجريمة اكتشف 3 مشتبها بهم: زوجة لوغان ماكيلا التي قالت إنها لم تره في ذلك اليوم لأنها كانت مشغولة بعملها، والتالي شريكه روب الذي أخبره بأنهما قد تشاجرا، وكان كلاهما غاضبا لكنه لم يسمم لوغان، وآخر المشتبه بهم بلير السائقة. قالت إنها لا تعرف كيف تسمم الناس حتى إن أرادت ذلك. من الذي سيلقي المحقق كالوم القبض عليه؟ انظر، هناك أحمر شفاه على قميص لوغان، ويبدو لونه كأحمر شفاه مكالا، لكنها قالت إنها لم تره في ذلك اليوم. مريب. وجدت لويز صديقتها فلورا مسممة في غرفتها. اتصلت بكالوم وأخبرته بأنها حينما كانت مارة من منزل فلورا لاحظت أن الأنوار مفتوحة، فأرسلت إليها رسالة نصية، لكن فلورا لم ترد. لذا قلقت عليها كثيرا وقررت كسر النافذة، ثم تسلقت إلى شقتها، لكنها وجدتها فاقدة للوعي.
لم يصدقها المحقق كالوم، وألقى القبض عليها على الفور لتسميمها لصديقتها. لماذا؟ قالت لويز إنها كسرت النافذة للدخول. إن كان ذلك صحيحاً، سيكون زجاج النافذة داخل الغرفة، لكن الأمر مختلف هنا. لطمس معالم جريمتها، كسرت لويز الزجاج لاحقاً من الخارج. تعرض طالب جامعي لعملية سرقة أثناء تحية العلم. حضر المحقق كالوم للتحقيق في القضية واستجوب العديد من المشتبه بهم. قالت كينيدي إنها كانت في الحمام آنذاك، وقالت جيمي إنه لاحظ أن العلم الياباني معلقاً رأساً على عقب، فذهب لإصلاح الأمر. وقالت إلينور إن الطالب الذي تعرض للسرقة صديقها المقرب، لذا لا يعقل أن تفعل ذلك به. من المذنب؟ إنه جيمي. قال إن العلم الياباني مقلوب رأساً على عقب، لكن لا يتغير مظهر ذلك العلم في كلتا الحالتين، لذا فهو يكذب. سرق